ابونا وافق تصعده ما تلقى بركود الجماير راس ماله وعين ما نعمله انت شلاحي وللعز في راسك بنود تاخذ من المجد ذروة سنعم واجزله الفكر ياخذ ويعطي فيه شي يحير العقل والفكر اشغله الفكر ياخذ ويعطي ويبحر في الردود فيه شي يحير العقل والفكر اشغله يتصدر في الصوادر ويبحث في الورود ما لقى في باب الارقام باب يدخله ويوم ضاقت واستدرت ومالت للجمود ما لها الا شامخ جاه علمي وصله ما لها الا شامخ جاه علمي وصله ما تعود في لزوم ابن عم بالصدود سايق للطيب ماله وجاه وجمله ويوم جات نخوتي قال يا سعد وصلت موضوعك ابشر وازهله ثامر بن سالم اسمه وتاريخه يزود كل ضيق يواجهه يا لعم يقتله كل ضيق يواجهه يا لعم يقتله الله اترك اللي فزت ما تورد كالعدود وطح اللي فزت تغني الرجل وهله بينه وبين الفخر بصمة تبهم وعقود بينه وبين يتقيد بالمعالي ما ينظر في القيود كل حبل ينعقد في طريق يقتله كل حبل ينعقد في طريق يقتله أبو نواف اقتصاد ما تلقى بركود الجماير راس ماله وعنوان عمله أنت شلحي ولا العز في راسك بنود تاخذ من المزد ذروات سنة موزله أنت شلحي ولا في راسك بنود تاخذ من المجد ذروات سنة موزلة تاخذ من المجد ذروات سنة موزلة الفكر ياخذ ويعطي ويبحر في الردود فيه شي يحير العقل والفكر اشغله يتصدر في الصوادر ويبحث في الورود ما لقى في باب الارقام باب يدخله ويوم ضاقت واستدرت ومالت للجمود ما لها الا شامخ جاه علمي وصله ما لها الا شامخ جاه علمي وصله ما تعود في لزوم ابن عم بالصدود سايق للطيب ماله وجاه وجمله ويوم جات نهوتي قال وافعلت جود يا سعد وصلت موضوعك ابشر وازهله ثامر بن سالم اسمه وتاريخه يزود كل ضيق واجهه يا لعم يقتله كل ضيق واجهه يا لعم الله الله اترك اللي فزت ما تورد كالعدود وطح اللي فزت تغني الرجل وهله بينه وبين الفخر بصمة تبهم وعقود بينه وبين الاوائل موارث وصله يتقيد بالمعالي ما ينظف القيود كل حبل ينعقد في طريق يبتله كل حبل ينعقد في طريق يبتله ابو نواف اقتصاده ما تلقى بركود الجماير راس ماله وعنوان عمله انت شلحي